بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلا رسول الله، إلا محمد عليه الصلاة والسلام، إلا الأقصى مسراه عليه الصلاة والسلام. هذه الحلقة رقم 89 من مجموعتنا التحليلية أرباتس بتاريخ 9 سبتمبر 2021 من العام الثاني لهاي القناة. للأخوة المشتركين والأخوات المشتركات الجدد واللي الآن بيكثروا بحمد الله وشكره، بحب أقول يعني أحكي لكم عن هاي الأرقام المتواجدة باستمرار على اللوحة. الرقم الأول 8 أشهر، وهو الزمن المتبقي لزوال الكيان الصهيوني بمشيئة الله وبتقديره وبنصر من عند الله فقط لا غير. إن شاء الله ستتم عملية زواله في خلال 8 أشهر القادمة. والتوقع هذا مبني على دراستي لخصائص مذنب هيلي ومساره في حلقتين عندي، اتكرموا وشوفوها حتى تعرفوا كيف بدأت بالعد التنازلي منذ إنشاء هاي القناة في منتصف العام الماضي 2020، كانت 25 شهر، والآن بتشوفوها 8 أشهر. الرقم الثاني هو النسبة المئوية من حصول توقعاتي وبدقة متناهية، وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى. كانت بالأمس أو في آخر حلقة، إذا بترجعوا لها، حلقة الأبطال الستة، الخلية الستة اللي انتزعت حريتها من سجون الاحتلال، من سجن الاحتلال المنيع، فبتلاقوا هناك كانت النسبة 95.1%. الآن بديت هذه الحلقة في الإضاءة الخضراء، لما بضوي الأخضر معناه أنه في توقع زبط، حتى تكونوا معانا up to date في كيفية عمل هاي القناة. وخلينا نبدأ في كما توقعت. هذا التوقع اللي زبط الآن أو بكل تأكيد متجه في الاتجاه اللي توقعته من العام الماضي، هذا رفع النسبة إلى 95.3%. في عندي برنامج على الكمبيوتر بحط في جميع المعطيات بعطيني النسبة اللي أرفعها، ارتفع 20%. نبدأ كما توقعت في الحلقة اللي ما أعتقد رقمها 22 من نفس المجموعة التحليلية أرف باكس بتاريخ 27/8، إذا لم تخني الذاكرة، 27/8/2020، حلقة اسمها الناتو يتفتت. مش مهم تاريخها ورقمها بالضبط، إذا أخطيته بحلقة أو حلقتين أو بيوم بيومين مش مشكلة، لأني راح أحط لكم إياها رابط، وترجعوا لهذيك الحلقة وتشوفوا لما أنا وصفت كيف سيتفتت الناتو، وصفته بدقة متناهية، فبلاش منضيع عليه وقت هون. بأمن منكم أنه تعملوا كليك على اللينك اللي بحط لكم إياه في أول تعليق مثبت، وتشوفوا كيف الوصف الدقيق كيف سيتفتت الناتو. وكنا لسه في عهد الرئيس ترامب لما أطلقت، وقبل الانتخابات لما أطلقت هذا التوقع، وقبل الانتخابات الأمريكية اللي صارت بنوفمبر. تاريخ الحلقة في أواخر أغسطس أو أواخر شهر 8/2020، وهذا النتيجة بأنه تحقق، وفي طريقه للتحقق التام، بأنه الاتحاد الأوروبي أعلن وقرر بإنشاء جيشه الخاص
بمعزل عن بريطانيا، لأن بريطانيا الآن طلعت، وأنا في الحلقة هذيك قلت لكم إياها، سيكون الاتحاد الأوروبي ناقص واحد، وناقص واحد اللي هي بريطانيا، يساوي الحلف العالمي 4+1. روحوا لهذيك الحلقة مشوقة جدا وبتفاصيل دقيقة جدا، وتشوفوا كيف حصلت الآن. بما أنه قرر الاتحاد الأوروبي إنشاء جيشه الخاص بمعزل عن الناتو ومعزل عن الولايات المتحدة، اللي على حسب ادعائهم بأنها أخفقت في أفغانستان، أو على حسب تصريحهم مش ادعائهم، لأنه يعني الإخفاق حصل في أفغانستان وخرجت الولايات المتحدة منها، وكان هذا يعني بقرار صدر أثناء عهد الرئيس ترامب، بأنه سيسحب كل الجيوش وسينهي كل الحروب التي لا نستطيع أو لا يستطيع أو لا تستطيع الولايات المتحدة كسبها. هذا كان دائما يقوله في جميع طلعاته، وحمل في سواء اللي بدت في الحملة الانتخابية واللي جلت أثناء ال4 سنوات اللي خدمها كرئيس للولايات المتحدة. ارجعوا لهذيك الحلقة، خلينا ما نضيعش وقت طويل عليها. بما أنه قرر الاتحاد الأوروبي إنشاء جيشه الخاص وبمعزل عن الناتو، إذن الناتو تفتت، وهذا بدعم المصطلح اللي بستعمله دائما معاكم، أنه التحالف العالمي المتواجد الآن 4+1 هو تحالف ظاهر للعيان ومقروء يعني بصورة صحيحة، ولكن يخفق معظم المحللين ومعظم الإعلام الصهيوني المضلل الكاذب، بأنه يؤكد بأن في تحالف اسمه 4+1. وهذا التحالف هو الولايات المتحدة، الصين، روسيا وبريطانيا، زي ما حكيت في هذه الحلقة، زائد هذول 4 زائد اللاعب الميداني تركيا. فعشان هيك بقول 4+1. ارجع للحلقة، مشوقة جدا، موجودة على الرابط، موجود رابطها على التعليق المثبت الأول، وإن شاء الله بتعجبكم. حطوا لايك أو ديسلايك اللي بتحبوا، حطوا زي ما انتوا عارفين، انتوا أحرار. إذا حبيتوا الحلقة كان يعني إن شاء الله راح تحبوها. الآن خلينا ندخل للموضوع، موضوع الحلقة، وموضوع الحلقة مهم جدا، وهو مؤشر خطير جدا يشير على غضب الولايات المتحدة اللي بحكي لكم عنه، يعني تقريبا في كل حلقة من حلقاتي السابقة، بأنه الاستراتيجية الأمريكية المهمة لأمن الولايات المتحدة القومي الأعلى، الاستراتيجية الأمريكية في الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بشكل عام وتجاه الكيان الصهيوني بشكل خاص، تغيرت 180 درجة ولصالح القضية الفلسطينية بمشيئة الله، وأن غدا لناظره قريب. دائما بظني أحكي لكم إياه، هذا مؤشر قوي اللي حصل يوم أمس في آخر لحظة. وانتم بتعرفوا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كان في رحلة إلى دول الخليج العربي، زار الكويت والقواعد الأمريكية في الكويت، زار القاعدة البحرية الكبيرة قاعدة الأسطول الخامس في البحرين، وزار القواعد الأمريكية في قطر، وكانت الجهة التالية له هي السعودية. وانتم بتعرفوا انه احنا او الولايات المتحدة انهت كل القواعد العسكرية ونقلتها من السعودية، وبتنقل معظم القواعد من دول الخليج، ونقلت معظمها إلى القواعد 19 في الأردن. ففي آخر لحظة ولويد أوستن موجود في قطر أعلن بأنه ألغى زيارته للسعودية، وحط عذر أنا بعتقد عذر أقبح من ذنب،
بس ولكن عذر يعني بولايت او بولايت يعني عذر سياسي ودبلوماسي بأن الجدول الزمني لرحلته لم يعد يسمح له بزيارة السعودية، وهذا حكي فاضي. خلينا نحاول نعرف أو يعني نبلور الوضع من أو نبلور هذا القرار على أرضية الأمر أو على الأرضية الواقعية اللي حصلت، بربطها في بعض الأحداث وبعض الأمور اللي جرت خلال الأشهر الماضية. ليش هذا القرار إجا؟ وليش كان هذا القرار برأيي الشخصي متعمد بعدم زيارة المملكة العربية السعودية؟ أول ما بخطر على الأذهان المكالمة الوحيدة التي جرت ما بين الرئيس بايدن والملك سلمان عاهل المملكة العربية السعودية. في هذه المكالمة طلعت بالأخبار فور إنهاء المكالمة، تسربت إلى الأخبار الأمريكية بشكل خاص بأنه أحد مطالب أو أحد مطالب الرئيس بايدن من الملك سلمان بأنه قال له غيروا النظام الحالي أو ستتغير. هذه حكاها بهذه الجملة بالذات، وحكال وعقبها في الأسابيع اللي أتت بعد هذه المكالمة. كمان في شهر 4 أو 5 برضو أصدر، وإحنا بنستنى كنا في هذاك الوقت في التقرير اللي بده يطلعوا عن موضوع الخاشقجي واللي طلع فشنك في حلقة كاملة عنه، إذا كمان بتطالعوها حللتها بشكل صحيح. في هذيك الأثناء طالب أيضا بايدن حكومة المملكة العربية السعودية والقائمين على صنع القرار بتفكيك ما يسمى فرقة النمر، إذا بتتذكر. الآن فرقة النمر هي الفرقة اللي أهم مهمة لها حماية ولي العهد، وفرقة النمر هذه مكونة من عناصر نيفي سيلز وسبشال أبس سابقين كانوا يعملوا في هذه المنظومات العسكرية في الولايات المتحدة وفي بريطانيا، ومن عناصر الجرين بري والريد بري البريطانية الصاعقة. هذه هي فرقة النمر اللي لاحظنا انه في يعني الظاهر جدا بانه قبل ما يغادر أوستن الولايات المتحدة عاود نبه صانعي القرار في المملكة العربية السعودية وذكرهم بأنه هم أو الأدمينستريشن أو الحكومة الأمريكية الجديدة تحت رئاسة بايدن طلبت منهم تفكيك هذه الفرقة بالكامل، فرقة الاغتيالات والحماية والتدخل السريع، لأنه في نية مبيتة عند الأمريكان لعمل ما. لما بطلبوا وبشددوا على هاي المطالب معناها في عندهم سياسة ثابتة وما بدهمش يتغيروا عنها. والشغلة اللي معروفة عن الرئيس بايدن بأنه إحنا منقول عنه he is decisive يعني swift، وديسايسيف يعني أولا لا معناها لا يتخذ القرار إلا بعد دراسة عميقة،
فقد يكون القرار خاطئ أو يكون القرار صائب على حسب نتيجة كيفية تنفيذ هذا القرار، ولكنه لما بعمل القرار لا يتراجع عنه، هذه معناها decisive. فهذا هذه أحد الأمور اللي مش متراجع عنها. وبنفس الوقت بتلاقوا من الأمرين المهمين والقويين اللي بيظلوا متثبت فيهم متشبث فيهم واللي لهم علاقة في الأمن القومي للولايات المتحدة، بأنه مصمم على الكيان الصهيوني بعدم التدخل في استراتيجية الولايات المتحدة تجاه المحادثات ما بينهم وبين إيران، وأعطوهم وقالوا لهم أن القرار اتخذ بأنه ستخوض أو سيكون مسار الحكومة الأمريكية تجاه إيران هو مسار دبلوماسي. والشغلة الثانية اللي مصممين عليها حل الدولتين، وحل الدولتين في عهد بايدن. هذه من الأمور اللي تخص الشرق الأوسط بصفة عامة، واللي بتخص السعودية بصفة خاصة. بالنسبة للسعودية، تغيروا أو ستتغيروا. هذه القرارات مبنية على جميع ما بناه وما بدأ وشرع في عمله الرئيس السابق ترامب أثناء ال4 سنوات اللي حكمها، واللي هي إنه ترامب كان أهم ما كان على الأجندة والسياسة تبعته، بأنه هو الذي سيكون من سيحل مشكلة الشرق الأوسط بأمتها، وخصوصا مشكلة النزاع الفلسطيني الصهيوني. ولكن واجه مراوغة شديدة جدا من قبل النتن رئيس الحكومة السابق، ولما شافوا بده يراوغ بدأ يراوغ فيه، وبدأ يخلي النتن يلف حول نفسه 360 درجة في الثانية. هذا اللي عملوا فيه. كيف؟ ارجع لجميع حلقاتي اللي بتشوفوها متسلسلة ومترابطة وكونسيستنت وارتكيلت، احنا بنقولها في الانجليزي، قراءات صحيحة جدا. لما شافوا براور قال شو اكبر عدو للكيان الصهيوني وكيف بنقدر نفككه من الداخل؟ قالوا له اكبر عدو لهؤلاء القوم هو السلام بنفسه بحد ذاته. ففرض عليهم السلام اللي انا سميته عطول السلام الابراهيمي الوهمي او المزعوم، وهيكو شفتوا هذا السلام لا متقدم خطوة ولا حتى وتراجع 2000 خطوة. وأنا من أول ما أعلن عنه الرئيس ترامب قرأته على طول، قرأته بأنه هذه ضربة معلم، لأنه ما بدهم السلام. فالمهمة الثانية للرئيس ترامب كانت بده يعرف ويكتشف أين توغل الكيان الصهيوني في المنطقة المحيطة بالكامل. بده يعرف مين اللي كان قاعد تحت الطاولة، ومين اللي حاطط قناع شال الأقنعة ورفع الشغلة فوق الطاولة. فتبين بأنه الكيان الصهيوني هو كيان يشمل المنطقة برمتها، وخصوصا منطقة الخليج وشمال أفريقيا. خلص، هذه سياسة واستراتيجية اتبعتها الولايات المتحدة بناء على دراسات استراتيجية وضعت من قبل 50 سنة، زي ما حكيت لكم، من قبل هنري كيسنجر. 50 سنة اللي وضعها في 71 72 بتنتهي، وقدمها للرئيس نيكسون، تنتهي العام القادم. وفريق الدراسة قال كيسنجر بأنه أي مارد بنخلقه في أي يوم من الأيام لتنفيذ مهماتنا وتنفيذ
الأجندة والاستراتيجية الأمريكية نيابة عنا، يجب أن نعود بعد تحقيق الهدف أن نعود وندمر هذا المارد بما فيهم الكيان الصهيوني. هذا حكاها مكتوبة، ارجعوا لاستراتيجية كيسنجر اللي رفع عنها السرية قبل حوالي 5 أعوام أو أكثر، بتلاقوها على الجوجل أو في الويكيبيديا بتلاقوها. فهون اللي حاولوا يعني قبل ما يطلع أوستن في رحلته إلى الخليج قال لهم بس أخلص الكويت والبحرين وقطر، إذا فككتوا فرقة النمر هيني باجي. أنتوا بتعرفوا مين هو وزير الدفاع السعودي؟ وزير الدفاع السعودي هو ولي العهد نفسه MBS. فهون لا يمكن، واحد من شغلات لا يمكن لا وزير الدفاع الأمريكي أن يضع يده بيد أي شخص لا مش معترفين بشرعية تواجده لحد الآن، لأنه بريطانيا زي ما حكيت لكم بريطانيا تميل إلى أن يكون الملك القادم أحمد بن عبد العزيز، والولايات المتحدة تميل إلى أن يكون الملك القادم هو نايف الأمير محمد بن نايف، وبدهم يحققوا لما بقول غيره أو ستتغير، وهذا اللي بيعنوه. يعني أنا بحكيها بكل صراحة وبحكيها بكل واقعية، سواء أنا مع هذا الموضوع أو ضد هذا الموضوع أنا ما إليش انتماء نهائيا، يعني بحكيها بحيادة وبحكيها من المجريات التي حصلت على أرض الواقع، ما إليش أي أبنين نهائيا. ولكن الاستراتيجية القومية أو الاستراتيجية الهامة للأمن القومي الأمريكي شغلة، هذه مش لعبة، محدش بيقدر يعني يتلاعب فيها. أي رئيس بيجي سواء ديمقراطي أو جمهوري يجب أن ينفذها، لأنها بتوضع من قبل مجلس الأمن القومي الأمريكي اللي هو سياسيين وعسكريين واقتصاديين ودينيين، ويعني مجموعة كبيرة اللي بتضع هذه الاستراتيجية. فهون شو اللي حاولوا المملكة العربية السعودية بعمله أثناء تواجده ما بين الكويت والبحرين وقطر؟ راحوا حاولوا يقنعوه إنه بدأوا بالتغيير، فراحوا شالوا مدير الأمن اللي هو لواء واسمه يعني أنا بعتقد الحربي آخر اسم له، وهذا كان بالسابق رئيس قوات الطوارئ اللي هي هو كان رئيس أو مسؤول قوات النمر. يعني قوات النمر هاي قوة النمر اللي بسموها كانت خاضعة له تحت أمرته، ولكن تم ترقيته ونقله إلى مكان آخر على ما أعتقد إدارة الأمن العام، فجرى عزله أثناء تواجد وزير الدفاع أوستن في قطر. قالوا له هنا بدينا بالتغيير، تفضل لو سمحت ما تفشقش عننا. فقال لهم مش هذا اللي بدي. قال لهم احنا بنقول فرقة النمر معناها فرقة النمر، انا بدي اياكم تفكوا العلاقة ما بينكم والعقود كلها ما بينكم وبين بلاك ووتر، هاي هي فرقة النمر، بتفكوش فرقة النمر suit yourselves. هذا اللي جا، لأنه الاستراتيجية الجديدة اللي تغيرت في الولايات المتحدة وسياستها تجاه الشرق الأوسط بأنه أيقنوا إيقان تام
بناء على على برنامج الرئيس بايدن السياسي اللي أعلن عنه في حملته الانتخابية بأنه سوف نبني للأفضل. يعني المرحلة القادمة مرحلة بناء وليس فيها مكان للحروب، وبدأ هذه المرحلة الرئيس ترامب، وكانت أفضل مرحلة مرت على العالم بهدوء ممتاز جدا، ما فيش حروب، ما فيش عمليات احنا نسميها فولس فلاجز، ما فيش يعني خفت كلمات الإرهاب وما إرهاب وكذا بشكل واضح كانت. وسياسته كانت انه بداية الخروج من جميع او انهاء جميع الحروب اللي هو على حد تعبيره التي لا تستطيع الولايات المتحدة كسبها او ربحها. قال احنا قاعدين بنخسر كل حرب بتكلفنا الحروب ومنحارب، وكان يوقف يعني مرة واحدة حكاها بأنه الحروب هذه لأنه من حاربها نيابة عن آخرين، هو قصد فيها الكيان الصهيوني. الآن بايدن لما بيقول أنه المرحلة القادمة مرحلة إعادة إعمار وليس دمار، معناها أنه مرحلة إعادة إعمار وليس دمار. هي is decisive. لما يتخذ القرار ويضع الاستراتيجية تبعته ويحدد السياسة تبعته ما فيش شيء بيثني عن هذه إلا الموت. هو هذا هو المعروف عن الرئيس بايدن. وأنا لا أنا جمهوري ولا أنا ديمقراطي، أنا مستقل، أنا مسجل رسميا مستقل، يعني بقدر أرمي اليمين والشمال على حسب البرامج اللي بسمعها من مرشحي الحزبين، وبشوف أنه الأفضل في هذاك الوقت، بدلي بصوتي على حسب ما أراه في مصلحة الولايات المتحدة وفي مصلحة الشعب ككل. فلما بيجي بقولكم إنه بايدن سياسي ملتزم بسياسته يعني ديسايسيف، شوفوا شو معناه decisive وحطوا لي اياها في التعليق. بالنسبة للعربي اذا بتلاقوا ما شيكتهاش كان لازم اشيكها، ولكن صارم يعني انا ما اعتقد صارم في قراراته، بغيرش عنها نهاية. فلما يجوا عملوا معاه هاي الحركة قالهم مش هذا المطلوب، مش هذا الشخص المطلوب، وتزيحوا القائد مش هذا اللي طلبنا، احنا بنقول فكوا الفرقة بالكامل. فلما حاولوا يلعبوا معاه هاي اللعبة قال لهم باي باي مش راح ازور، وقال لهم الجدول الزمني تبعي بسمح ليش، راح علي الوقت. انا عارف اي وقت بروح عليه عنده افضل طيارة، ثالث او ثاني اكبر طائرة بعد طائرة الرئيس اللي هي اي ثينك اير فورس 2 عنده، بقدر يروح لاي مكان في العالم بده اياه، وبقدر يقعد قد ما بده لحد ما ينجز مهماته، ما فيش شيء داعس على ذنبه. فهذا العذر أقبح من ذنب إنه الجدول الزمني مش سامح له، ولكن الحقيقة بأنه لم تنفذ المملكة العربية السعودية مطالب الإدارة الأمريكية الجديدة، ألا وهي تغيير نهج الحكم القادم وتفكيك فرقة النمر. وفرقة النمر يعني فيها فك ارتباط ولي العهد مع بلاك ووتر ومع المرتزقة اللي بيحموا، هذه معناها. وهذه هي الحلقة تبعتي اليوم اللي بتلاحظوه دائما يعني حاليا، يعني قديش هذه مؤشر مهم جدا في موضوع الكيان الصهيوني. يعني قاعد ملاحظ جدا انه
ما بين إهانة النفتلي رئيس حكومة الكيان الصهيوني أثناء تواجده في واشنطن. أنا طلعت له بحلقة قبل بليلة وقلت له بكرة رايح تصافح واحد بيقول عن حاله أنا قتلت عدد كبير من الفلسطينيين وبتفاخر فيها. لاحظوا كل الفيديوهات أثناء وتواجد النفتلي في البيت الأبيض اللي حاول يقول له ما بديش أقابلك، وعند إلا بس لو بصورة واحدة يظهر مع إنه يجي على البيت الأبيض ويظهر مع بايدن. فلما إجا قال له بضلك حاطط الكمامة وأنا حاطط الكمامة وما صافحوش. هذا بدل إنه بسمعوا صناع القرار. عنا لما أي واحد من الشعب أو أي هيئة أو أي جمعية أو أي منظمة حقوقية تحكي لهم هذه الأمور، ويا ما كثرت في هذه الأيام هاي المنظمات اللي بتحكي وبتعطي توصيات للإدارة الأمريكية الجديدة بأنه لم يعد هناك حاجة لتواجد هذا الكيان العنصري الفاصل. الأبرتايد رجيم ما ظل لهش مكان. يوميا بوصل البيت الأبيض وخصوصا بايدن رسائل مثل هذه الرسائل. يعني لما أنا أقول له بكرة بدك تصافح واحد بفتخر إنه قتل الفلسطينيين كثير، ما صافحوش. ثاني يوم ما صافح. واللي بقولكوا إنه البيت الأبيض بشاهدش هذه الحلقات بيكون مخطئ، لأن بقدر أعرف مين اللي دخل عندي. زي ما بتلاحظوا هون، الآن منعاود نذكركم نقولكم القضية الفلسطينية، وهذه أنا هون عامل غلطة بدي أصلحها غلط في الهدف وبكتبها دائما، هي قضية الله سبحانه وتعالى لأنه مذكورة في القرآن الكريم. القضية الفلسطينية قضية الله للشرفاء من عباد الله الصالحين. بزيد اليوم هذه العبارة لك الله يا فلسطين، لأنه جميع من اجتمعوا في العراق ما عدا واحد منهم فقط، إذا حصلت معركة وستحصل معركة وشيكة إذا ربما تحصل في هذا قبل نهاية هذا الشهر ما بين الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية، جميع من اجتمعوا في العراق ما عدا شخص واحد وما عدا دولة واحدة لن يهبوا لنجدة ومساندة المقاومة الفلسطينية، ولكن لها الله سبحانه وتعالى للمقاومة الفلسطينية، وسيسخر لها الله سبحانه وتعالى جند من لدن وجند على الأرض اللي يوقفوا معها، وأن غدا لناظره قريب. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بمشيئة الله، أستودعكم الله.